فضيلة الشيخ، أنا رجل أخذت على أناس أشياء بظلم قبل سنوات، والحمد لله تبت إلى الله من ذلك، فماذا علي الآن؟ علما بأني أذكر بعض هذه الأشياء وبعضها لا أذكرها ولا أذكر صاحبها، فماذا علي من الأشياء التي لا أذكرها؟ وجزاكم الله خيرا. حقوق الناس لا بد من أدائها إلا أن يسمحوا عنها، فعليك أن تؤدي الحقوق إلى أهلها إذا كنت تعرفهم، تؤديها إليهم بأي طريقة وبأي وسيلة، ولا تبرأ ذمتك إلا بذلك أو أن يسمحوا هم عنها. وإذا كنت لا تعرفهم تعذر عليك معرفتهم فتصدق بها على أن أجرها لهم وأن تتخلص منها، وإذا كنت لا تعرف مقدارها فقدرها، اجتهد في تقديرها واحتط وتصدق بها أو أعطها لهم إن كنت تعرفهم، لا بد من هذا الأمر. نعم.